يا سلمان بالرفدان عد الجدي وسهل علومك مثل وبل من الغيم سكابي يمينك تمد الجود يا ما زمان بخيل قبل لا تجي فكرة شمس العصر لا تهدى الليل مغابات وخلتني وهي تسمع تبي تجدني جد الذكريات انتهت بالحل ولا يكفي الا بعد ما يحبق اعصابي انا اللي بعد ما قابط عليه شهر ابريل وانا عند جميع المجتمع معلن غيابي مع موهبه شعري صنع موهبه تمثيل على كثر ما مثلت ضحكي مع عقربي على كثر ما مثلت ضحكي مع عقربي اصنعه مو من داخلي بين احط شيء واشوف ان الاطار البضاعه عندي اسبابي لكن لا بدا لازم رفيق يا عدل المال يشوف السعد ما شاف صدي ومجنبي تزود الحمول ويرتكي للحمول اشعل وش العذر لا جم من عمي النبي يا سلمان بالرفدان عد الجدي وسهل علومك مثل وبل من الغيم سكافي علومك مثل وبل من الغيم سكافي علمك تبدل الجود يوم الزمان بخلق قبل لا تجي فكرة تمر ولا تبي هلا مرحبا على اسمان الحشو والحل عنا كابر طريق ويطول اسهابي عنا لا دعالي عزوة حقها تبجيل اقولا بصدق شعور ما دونهم حبي من عام من اللي مدحهم ما هو بتطبيل المدح نبقال الراوي وقول الاعرابي مدح نبقال الراوي وقول الاعرابي نواه سنف وجهنا يا برقب بحماية المشرق نهض العزاوي لصك والفرسان وصوت طنب جم من عم بعيد الهقاوي قرمن ما يلحق وقعها الشك والضيق وقع المواكد ما هو بوقع قوي وقع المواكد ما هو بوقع قوي بمصق ما هو بمثل المشاعب من ذاق حده ما لقى له مداوي رسوم نعتبر بها شام مخنب ورسوم تنهلك بعض البلاوي رسوم نعتبر بها شام مخنب ورسومنا تنهيك بعض البلاوي ورسومنا تنهيك بعض البلاوي لو تشوف من شمس العصر لا تهدى للمغابات وخلصني وهي تسمع عتابي تجدني جد الذكريات انتهت بالحل ولا يكفي الا بعد ما يحرق اعصابي انا اللي بعد ما قابط عليه شهر ابريل وانا عن جميع المجتمع معلن غيابي مع موهبة شعري صنع موهبة تمثيل على كثر ما مثلت ضحكي مع عقربي على كثر ما مثلت ضحكي مع عقربي اصنعه مو من داخلي بين احط شيء واشوف ان الاطار البضاعة عندي اسبابي لكن لا بدا لازم رفيق يا عدل المال يشوف السعد ما شاف صدي ومجنبي تزود الحمول ويرتكي للحمول اشعل وش العذر لا جم بن عمي النبي يا سلمان بالرفدان عد الجدي وسهل علومك مثل وبل من الغيم سكابي علومك مثل وبل من الغيم سكابي علمك تبدل الجود يوم الزمان بخل قبل لا تجي فكرة تمر ولا تبي هلا مرحبا على اسمان الحشو والحل عنا كابر طريهم يطور اسهابي عنا لا تعالي عزوة حقها تبجيل اقولها بصدق شعور ما قولهم حبي من عام من اللي مدحهم ما هو بتطبي المدح نبقول الراوي وقول الاعرابي مدح نبقول الراوي وقول الاعرابي نواه سنف وجهنا يا برقب حمايه
من ما يلحق وقعها الشاك والريب وقع المواكد ما هو بوضع قوي وقع المواكد ما هو بوضع قوي بمصقل ما هو بمثل المشاعب من ذاك حد ما لقى له مداوي سومنا تمن بها شام مخنب وعزومنا تنهيك بابا البلاوي وعزومنا تنهيك بابا البلاوي.